سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. كنشكر بزاف الاخوات اللي دعوا مع الوالد ديالي بالسيف، وهو حل عينه شويه ولكن باقي في الغيبوبه لان جاتو جلطه في المخ. وانا وقفت الفيديو يعني من رمضان ما كنت كنزل هادو، كاير فيديوز اللي كانوا عندي هما اللي كنت كنزلهم، اللي هما فيديو قدامين ولكن بغيت ننزلهم باش تستافدوا منهم، لانني ما عنديش دابا القوه يعني باش نعمل فيديو او الخطر. يعني بزاف ديال الناس صافي رجعت لهم الحاجه ديالهم، لانني كنبقى نهار كامل هنا، يوم اللي كنمشي للدار كنكون مهلوكه ما كنقدر نعمل حتى حاجه. وكنشكر بزاف بزاف الاخوات اللي كنشوف كيدعيو معايا من القلب ديالهم، كنشكرهم بزاف. وحتى البنات اللي انتهزوا هاد الفرصة هادي وداو لي الرزق ديالي، ولكن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وربي كبير وكيعوض كل واحد. وهادي أحسن ليلي باش عرفت الواحد اللي كيبغيك من الواحد اللي فقط غير كيجاملك أو كينفقك. إيوا كنتمنى يكون نهاركم مبروك، والله يعطيكم تنتم شي صحة، وما كيناش احسن من الصحة. حنايا ملي كتكون عندنا الصحة ديالنا كنبقاو خصنا هادي وخصنا هادي وخصنا هادي. بالحق انا هاد الايام دابا هادي 21 يوم انا ملي كنجي هنايا للطبيب، ما كيناش احسن من الصحة. والله الا كلشي كيتدرك الا الصحة، ولا مشات راه صعيب باش تردها. كنتمنى تكونوا مزيانين مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.